نعم، الأمر الأول المقاطعة، هذه من صلاحيات ولي الأمر. فإذا أمر ولي الأمر بمقاطعة دولة أو شركة فإنها تقاطع. وأما المقاطعة الفردية هذه لا تجدي شيئاً، أنت تقاطع والآخرون يتعاملون معها. لكن إذا أصدر ولي الأمر أمراً بمقاطعة دولة أو شركة فإن الناس يمتنعون كلهم ويقاطعونها، وهذا يضرها، يضر الدولة المقاطعة سياسياً ومادياً.